وذكر الله عز وجل شجرة ملعونة في القرآن. قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فالشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا على قريش تلك الآيات تهكموا، لأن القرآن لا يعظ لا يؤثر إلا لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. الآيات تقرأ يسمعها الإنسان بالصلوات الجهرية، يسمعها المؤمن بصلوات التراويح، لكن ليس كل أحد يتعظ بالقرآن. يشترك أهل الإيمان جميعا في علمهم أن هذا القرآن كلام الله، لكن وجل القلوب وذرف العيون وما ينجم عن سماع القرآن من الإيمان بالوعد والوعيد والأخذ بالأوامر وترك النواهي يختلف من زيد إلى عمرو، من مؤمن إلى مؤمن، من مؤمنة إلى مؤمنة، وهذا مشاهد محسوس. وإنما يرفع الله عز وجل بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وكلما كان المؤمن قلبه وكلما كان قلب المؤمن معلقا بالله معلقا بآياته كان أقرب إلى رحمة ربه وأدنى إلى فضله وإحسانه.